السلام عليكم ورحمة الله. كيف ما دوزنادك في جناد دوكرينزا سامبل ان شاء الله الرحمن الرحيم، نعلم اليوم الطريقة كيفاش التركيب ديالها. بسم الله على بركة الله. هنا بعد كده ناخذ التركيب ديالها. التركيب ديالها عندنا فيها 11 نص، عندنا كانت راسي 11 نص بحال ما هكا، راسي 11 نص راسي الطريقة اللي نخدم بحال هكا. بحال التركاب واخا تكون طويلة باش تعرف كيفاش تحكم فيها بلا ما تهرس، دي بحال هكا. هنا بعد ما كنخلطو العجين ديال الكرشونات نزيد نديرو التركات، وعند هاد الكرشيات هادو راه كيسهلو علينا الخدمة. هادو راه ممكن تخدم بهم هادو بلا خدام، يعني هادو الطريقة باش كان خدنا هادو راه مزيانين، ممكن نسير بيهم الخدمة. يعني داكشي بعد ما كنديرو الفرشة بحال ما قال هاي، نحاولو نديرو العوجة بحال هاكا باش تسد لينا في السقف مزيان، باش كنتحكم لينا في
الطريقة سهلة في الخدمة بالنسبة للناس اللي كتعلم واللي باغا تخدم. مزيان كلشي كيسهل بزاف ديال العمل. كنحاول هنا الطريق هذا يعني بولوشون صافي. نحاولوا نديروا الجوان ديما الجوان الا ما درناش الفراس اللص الجوان كيتحل باش ما يتحلش لينا هذا الجوان هذا. نحاولوا نديروا الفراس زيد هنا وصلنا للنهاية ديال كيفاش التركات في الطريقة ديال التركات. دابا جات الطريقة كيفاش تمسح الكوبيزة مزيان تحيد لنا البلوصف هذا. حتى الفينيسيون كان ساعدنا في الفينيسيون القوس هذا بابا ما وصلنا للنهاية ديال كاش ديال التركات. ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديو الاخر ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم كيفاش الطريقة ديال الفينيسيون ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نتبعو معكم العمل من الاول الى النهاية ان شاء الله. يلا شكرا لكم وشكرا للمتابعين الكرام وما تنساوش اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك. شكرا لكم شكرا بزاف بزاف. السلام عليكم.